وسفير مصر طمنكم بقى على البعثة بتاعتنا في غينيا. الرجالة النادي الأهلي جت النادي الأهلي في غينيا. سفير مصر في غينيا الاستوائية بيرحب ببعثة النادي الأهلي كالعادة. بعثة النادي الأهلي في أي مكان بيفتخروا بيها كل السفرة في مصر، وطبعا ده يعني واجب الضيافة، وانتوا عارفين السفرة بمصر يعني حاجة جميلة جدا وحاجة مشرفة جدا. السفير المصري في غينيا الاستوائية السفير حاتم حسوبة كان في استقبال بعثة النادي الأهلي مع سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي اللي كانوا مستنيين البعثة قبل وصولها بوقت طويل. دي لقطات حصرية طبعا لوصول أو المطار القاهرة وهم في طريقهم للبعثة اللي استغرقت حوالي أو السفر اللي استغرق حوالي 12 ساعة طيران. السفير مصر في غينيا الاستوائيه السيد حاتم حسوبه اكد ان الوقت ده في غينيا الاستوائيه الوقت فيه او الطقس فيه بيكون جيد جدا، والبلاد تعيش حاليا في موسم الامطار، لكن بيقول الجو حلو يعني بالمقارنه بمعظم اوقات السنه. كمان توماس ندونج نائب رئيس اتحاد الكره في غينيا كان على استقبال بعثه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. ده نائب رئيس اتحاد غينيا الاستوائيه. اكيد طبعا قلت لكم بعثه الاهلي لما تكون في اي مكان الكل بيحاول ان هو يحتفي بيها، وكل ان هو يحاول يعمل معاها واجب الضيافه على اكمل ما يكون. نائب رئيس اتحاد كره القدم في غينيا الاستوائيه التقى مع الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه، وحرص على الترحيب بالبعثه زي ما قلت لحضراتكم، والتاكيد على توفير كافه طلبات النادي الاهلي طوال فتره تواجده في البلاد. شكرا جدا جدا للسيد توماس ندونج. ايضا الاستاذ طارق قنديل رئيس بعثه النادي الاهلي وعضو مجلس اداره النادي الاهلي حرص على توجيه الشكر لنائب رئيس اتحاد الكره الغيني مشددا على العلاقات الطيبه بين الاهلي وكافه الانديه والاتحادات الافريقيه. قلت لحضراتكم خلاص ان الرحله استغرقت 12 ساعه، كان في ساعتين ترانزيت في اديس ابابا في اثيوبيا. وترتيبات خاصه الدينامو الكابتن سمير عدلي كان في ترتيبات خاصه في فندق اقامه النادي الاهلي في غينيا الاستوائيه. الفندق بيبعد عن ملعب المباراه حوالي 10 دقايق. سمير عدلي ما شاء الله ما شاء الله، كابتن سمير عدلي طبعا مع حفظ الالقاب يعني ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يديله الصحه يا رب، حاجه جميله جدا وحاجه تدرس في المجال الاداري. عقد جلسه مع الدكتور هاني وهب اخصائي التغذيه، كمان مع نائب فندق او نائب مدير الدور محمد الدالي الشيف الخاص بالنادي الاهلي ترتيب كافه الامور المتعلقه بالتغذيه. دي صور تذكاريه قلت لكم، دي يعني لقطات حصريه او لقطات يعني كانت حصريه لقناه النادي الاهلي في مطار القاهره. مباراه مهمه بنستناها كلنا كجماهير اهلي، مباراه كانو سبورت الغيني، ان شاء الله ان شاء الله يعني يوفق فيها النادي الاهلي. طبيب النادي الاهلي الدكتور خالد محمود عم حارس طبعا جميل بيقول الجهاز الفني واللاعبين الجدد تلقوا التطعيمات اللازمه. عارفين اللعيبه بتاعت النادي الاهلي القدامى واخدين تطعيمات بتفضل في الجسم يعني بتبقى فتره طويله. احمد فتحي بيتكلم صيني اهو او ياباني بقى، نجم كبير جدا ومعشوق الجماهير الاهلاويه الكابتن احمد فتحي او النجم الكبير احمد فتحي. نجوم بيشرفوا اي مكان، كله حريص على التقاط الصور التذكاريه مع نجوم النادي الاهلي. نرجع لخبرنا او الخبر بتاعنا، الدكتور خالد محمود بيأكد على تلقي اللاعبين الجدد والجهاز الفني كل التطعيمات اللازمه. عارفين الامراض في افريقيا وعارفين الامراض تبقى صعبه شويه، فعشان كده بيحاولوا يحصنوا كل الموجودين في البعثه. الاهلي بيؤدي اول تدريباته في غينيا الاستوائيه، احنا سابقين غينيا الاستوائيه بساعه يا جماعه، يعني في فرق توقيت ساعه لينا، يعني الساعه دلوقتي 9:10 عندهم 8:10، التمرين كان الساعه 5 بتوقيت القاهره، كان تمرين خفيف طبعا عشان فتره الطيران الكبيره او فتره السفر، عشان كان في ترانزيت ساعتين قلت لكم في مطار اديس ابابا، عشان كده اكتفى المدير الفني بتدريب خفيف. فايرر بيعمل او بيعقد محاضره فنيه بالفيديو للنادي الاهلي او لاعب النادي الاهلي مساء اليوم. حرصوا على توفير شرايط فيديو وسيديهات بقى، خلاص الشرايط دي بقى كل سنه واحنا طيبين، سيديهات فيديو للفريق الغيني كانو سبورت،
وطلب كمان من احمد سليمان محلل الاداء التركيز على لقطات محدده، بيقعد يطلع من السي دي بعض اللقطات وبيركز عليها، بيقول لاحمد سليمان انا عايز دي تقطعها لي، عايز دي اوريها للعيبه، حالات دفاعيه، حالات هجوميه، تمركزات خاطئه لفريق كانو سبورت، عندهم خطوره مثلا، شاف هجمه منظمه، خطوره من ناحيه اليمين، خطوره من ناحيه الشمال، الاختراقات الزياده عندهم في الاطراف ولا في العمق، عندهم المدافعين ايه نقاط القوه، ايه نقاط الضعف، الكور الطويله بيتعاملوا عليها ازاي، الكور الارضيه بيتعاملوا عليها ازاي، مميزين في ايه، عندهم نقاط سلبيه في ايه، اكيد كل الكلام ده بيبقى